اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. جيانا فاروق اسم كبير له علامات كثيره جدا. عندما تتكلم عن هذه البطله يجب ان تتكلم بمنتهى الاحترام، بمنتهى الادب، بمنتهى الاحترام، لانه في النهايه هي تمثل المراه المصريه وفي نفس الوقت هي تمثل الرياضه المصريه بمنتهى الاحترام وبمنتهى الاخلاق. جيانا فاروق، ازيك يا جيانا؟ ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله، منوره. منور حضرتك يا كابتن. عامله ايه؟ زي الفل الحمد لله. الدنيا تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. اخبار الحياه ايه بقى بعد الميداليه الاولمبيه؟ والله يعني انا مش عارفه حضرتك عارف ولا، انا اعلنت اعتزال على طول بعد الاولمبيكس يعني، فلسه بقى مش متعوده على الحياه من غير تمارين ومن غير الكاراتيه. هل ده كان بسبب ان الكاراتيه مش هيخش الاولمبيات الفتره اللي جايه؟ ده حقيقي. انا يمكن كنت قبل كمان ما الكاراتيه يخش الاولمبياد في 2016 2017، كنت بطلت سنه. وبعد كده لما اتاكدنا من دخول الكاراتيه رجعت مخصوص عشان حل الميداليه الاولمبيه. وكان عندك الامل وكان عندك، انا يا ريت تشرح لنا بس القصه من البدايه. ليه؟ لان حضرتك النهارده سيدات مصريات فاضلات كتير جدا في مصر بينظروا لجيانا فاروق على انها، وهي الحقيقة، أنها بطلة يجب أن تكون الناس كلها تنظر كيف وصلت إلى هذه الميدالية. هي الميدالية نجاح من خلال ناديكي ومن خلال ناديكي طبعا وكل حاجة، ولكن في نفس الوقت هو مجهود كبير من سيدة مصرية في نادي كبير زي النادي الأهلي. والله أنا حلم الأولمبيكس بدأ معايا من 2004 من ميدالية كابتن كرم جابر. طبعا أوكي. كنت أنا لسه طفلة صغيرة، ويعني كابتن كرم من الناس اللي أنا تربيت على أسطورتها بصراحة. فبس ما كانش في ايدي حاجه اعملها، لان ما كناش لعبه اولمبيه، يعني الكاراتيه ما كانش ضمن الالعاب الاولمبيه، فكانت اقصى حاجه عندنا هي بطوله العالم بتاعتنا دي. اقصى حاجه ممكن نجيبها. فلا كان في دماغي اصلا في بدايه اللعب خالص احتراف ولا بطولات ولا اي حاجه. فكره الرياضه جت بالنسبه لنا في البيت، ان هما في البيت بابا وماما عايزين يلعبونا حاجه نضيع فيها وقت فراغنا علشان ايه؟ يحافظوا على اولادهم بس رياضة. يعني يحافظوا بس على اولادهم وجو المراهقه وسن المراهقه والكلام ده، يبقى فيه حاجه مفيده أوكي. في حياتنا. لحد لما يعني انا قعدت من 6 سنين ل10 سنين بلعب كاتا، ما كنتش بحقق اي حاجه خالص، لحد لما عملوا اول سنه كوميتيه بنات تحت 10 سنين. ساعتها في حد من المدربين قال لي انت طويله واطرافك طويله وهتنفعي في الكوميتيه، خشي جربي. اوكي. ساعتها عملت تالت قاهره وخامس جمهوريه، ومن السنه اللي بعدها بقى اول قاهره واول جمهوريه، لحد لما انضميت لمنتخب مصر في 2009 منتخب الناشئين. بدا بقى الحلم يكبر معايا شويه بشويه، من بطولات جمهوريه لبطولات دوليه، طب من بطولات دوليه لافريقيا، طب من افريقيا العالم، وهكذا لحد لما الحمد لله خلال مسيرتي قدرت ان انا احقق 11 ميداليه في بطولات العالم، 8 ذهب و3 برونز، غير طبعا 6 افريقيا، 4 بحر متوسط، 2 عرب، دورتين العاب متوسط، دورتين العاب افريقيا، غير 45 ميداليه متنوعه في البطولات الدوليه عامه. 45؟ 45. طب هو ما مشي لا يا كوتش ازاي؟